أمريكا يا نبع الشر، أمريكا يا نبع الشر، أمريكا يا نبع الشر، أمريكا يا نبع الشر. صفقة قرنك مش هتمر، صفقة قرنك مش هتمر، لا هي الأساس، صفقتنا هي الأساس. رسالة اليوم رسالة واضحة من مدينة الخليل من الضفة الغربية لكل العالم بأنه الشعب الفلسطيني حالة واحدة وموحد. اليوم احنا بنقف مع أنفسنا، مش بنقف مع بس أبناء شعبنا في قطاع غزة، لأنه الانتفاضة يجب أن تعم كل الأراضي الفلسطينية والشتات الفلسطيني لكي تصل الرسالة بأنه 70 عام على النكبة لم ولن تنسي حتى طفل رضيع الحق الفلسطيني بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلت. يعني ما دام الاحتلال جاثم على أرض فلسطين، يجب أن يظل الشعب الفلسطيني في حالة حراك ومقاومة دائم. المقاومة السلمية هي الحد الأدنى من العمل المقاوم ضد هذا الاحتلال الذي يستهدف الأرض ويستهدف الإنسان. ما حصل في يوم الأرض في غزة هو اعتداء على حرية الإنسان وعلى حقه الطبيعي في التظاهر. الشعب الفلسطيني من حقه أن يستخدم كافة وسائل النضال، ولكن هذا الاحتلال يمنع حتى التظاهر السلمي. هذه الفعالية تأتي بدعوة من القوى الوطنية في محافظة الخليل بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية. 30 آذار هو تاريخ مشرق في الذاكرة الفلسطينية، يؤكد أن كل المؤامرات التي تحق ضد شعبنا الفلسطيني ستنتهي إن شاء الله بالفشل أمام وحدة وصمود شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. لذلك في هذا اليوم نؤكد تمسكنا بوحدتنا الفلسطينية وبوحدة صفنا من أجل إنهاء وزوال هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يوميا يقوم بابتلاع مزيدا من الأرض الفلسطينية، ويقوم بتهويد المقدسات، ويقوم بالاعتداء على شعبنا الفلسطيني في كل مكان. طارق طارق طارق.